عن الفوز والباحثة عن السلامات، وأيضا تنطلق الآمال والطموحات بانطلاقة هذه الشعارات. في البداية أتقدم لأتعرف على صاحبة أو صاحب المركز الأول. من يتقدم شاهين؟ من يحمل الرقم؟ من يحمل الرقم 9 بالفعل؟ شاهين عبد الله بن سالم بن مصبح الاكتبي من يقدم لنا شاهين مع المركز الاول. المركز الثاني ارى واتابع الوصول من الشعارات، ارى واتابع التقدم من الاسماء. هنالك ايضا مغادر سليم بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري ايضا من يصل، وايضا هنالك علم يتقدم لسعود بن شاكر بن زيد الشريف من يقدم لنا علم في هذه اللحظات. ايضا المركز الرابع ارى واتابع، هنالك الوصول من الاسماء، هنالك الوصول من الشعارات الباحثه والواصله والمتقدمه والخطيره. مع المركز الرابع ارى واتابع، هنالك الوصول، هنالك التقدم، هنالك ايضا العفاري من ياتي، سعيد بن ياسر بن علي بن سعيد العفاري مع مناور. مع المركز الرابع، المركز الخامس ايضا ارى الوصول من جبار سعيد بن علي بن سعيد البريص المري من يقدم لنا جبار ايضا من انضم في هذه اللحظات مع خامس المراكز. انه رعد يا رعد، اتى في الوعد، اتى في هذه الانطلاقه. فارس بن حسين بن دحيدح آل شوية من يأتي مع رعد مع المركز الخامس. أيضا هنالك الأسماء الواصلة والمتقدمة، أيضا من يتسلل راهي حسين بن مانع بن حلبوب آل مطارد اليامي من يتقدم مع راهي مع المركز الرابع من يتسلل إلى ثالث المراكز. أيضا هنالك المركز السادس، هنالك النشمي سحمي بن سعيد بن فلاح الأحبابي من يقدم لنا سحمي، أيضا يتقدم مع النشمي بالفعل سحمي. ايضا المركز السابع هنالك ظبيان، هنالك او ما يتقدم الشبابي علي بن هزيم بن محمد المسافري من يقدم لنا الشبابي. ايضا هنالك الوصول من ظبيان مشعل بن عبد الله بن حسين الحربي مع المركز السابع. المركز الثامن هنالك الوصول من الاسماء، ايضا من وصل هنالك الاسماء المتقدمه، هنالك الوصول من شاهين عبد الله بن محمد بن عبد الله ال المسفر الكربي من يقدم لنا شاهين. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن أعود في هذه اللحظات إلى المركز الأول. أعود إلى راهي، راهي راهي من يحتل المركز الأول، راهي من غير مجريات الشوط ليتسلم زمام الأمور وينطلق مع المركز الأول. حسين بن مانع بن حلبوب آل مطارد اليامي، اليامي من يقدم لنا شعاره، من يقدم لنا راهي، راهي من يتقدم، راهي من ينطلق مع مقدمة الشوط. راهي بالأداء الراهي، راهي بالأداء المميز يتقدم مع المركز الأول. الله المركز الثاني، هنالك شاهين، شاهين الاكتبي واصل مع ثاني المراكز. عبد الله بن سالم بن مصبح الاكتبي في هذا الصباح المميز، في هذا الصباح الجميل، الكل يبحث عن الانتصار الغالي في هذا المهرجان الكبير، في مهرجان المؤسس الذي يقام هنا في ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة. المركز الثالث هنا الواصل وأول نداء المكرم يأتي في هذه اللحظات. الدحبة بن قنازل بن محمد بن مسلم العامري يأتي مع مكرم، ولكن المركز الرابع هنالك علم، يا
علم سعود بن شاكر بن زيد الشريف من يقدم لنا علم مع المركز الرابع المركز الخامس هنالك الفريس الفريس المرياتي مع جبار ليتقدم سعيد بن علي بن سعيد الفريس المري وايضا هنالك الشعارات الواصله ايضا هنالك باروت خليفه بن سلطان بن خليفه بن رشيد السويدي من ياتي مع باروت وايضا من انضم في هذه اللحظات القبيسي مع مطفي سيف بن احمد بن محمد بن بطي القبيسي ياتي مع مطفي ولكن الكيلومتر الاخير الكيلو الحاسم الحاسم يا متابعين ولكن الصداره ما زالت مع راهي او راهي ما زال صامدا صمود الجبال صمود الجبال الله 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 يا راهي الله يا اليامي يا حسين يا بن مانع بن مانع حتى هذه اللحظات مانعهم عن الصداره مانعهم عن الصداره والعصا في الابطان ولكن حذاري من العامري حذاري من راعي مكرم الدحبه بن قنازل بن مسلم العامري انطلق 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 مع مكرم 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 الله يا مكرم الله يا الاسماء الواصله الله يا راهي ايضا باروت السويدي مع باروت ولكن مكرم ما زال مسيطرا ما زال متحكما بزمام الامور الله 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 المعركة 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 الكبيرة معركة آخر الأمتار من سيصمد ولكن باروت وأيضا وصل القبيسي مع مطفي إلا والله عرف لهم مطفي يا القبيسي راح بالانتصار والسلامات سيف بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي سلامي عليك على هذا الإبداع المركز الثاني وصل في خليفة بن سلطان بن خليفة السويدي مع باروت المركز الثالث وصل في المركز الثالث مكرم الدحب القنازل بن مسلم العامل المركز الرابع راي حسين بن مانع بن حبوب آل مطارد اليامي المركز الخامس وصل في عاصوف محمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي إذن مشاهدينا متابعينا الكرام شاهدنا وإياكم المتعة والإثارة حتى آخر الأمتار وهي لحظات الإعادة مع مطفي التوقيت الزمن الحاضر مع مطفي سيف بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي الذي استطاع أن يخطف الانتصار في آخر الأمتار بحكم الخبرة الكبيرة الحاضرة مع هذا الشعار 8 دقائق ثانية واحدة 83 جزء من الثانية تهانينا والف مبروك بين محلف المركز الثاني باروت 8 دقائق ثانيتين وثمانية أجزاء من الثانية المركز الثالث وصل فيه في هذه اللحظات مكرم 8 دقائق ثانيتين 38 جزء من الثانية إذن مشاهدين متابعينا الكرام تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين